السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير ام جنان. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوز نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفه يعني خاصه بالناس اللي تعاني من النحافه المفرطه، يعني اللي الناس اللي رقيقه بزاف وراهي حابه تسمان ويعني وتربي الصحه. اليوم جيتكم بوصفه هايله بزاف، مكون واحد يعني بذور فقط راح يعطيكم يعني نتيجه رائعه جدا، وهذه النتيجه يعني البنات راح تفرحكم بزاف بزاف بزاف. يعني كثير من الشيرات ولا البنات راهم يعانوا من النحافه، حتى الاولاد يعانوا من النحافه، هي كذلك تعتبر يعني مرض كاين اللي والله حتى تشوف العظومه يعني يبانوا لهم. على هذاك انني بغيت نساعدكم حبيباتي. هذا يعني البذره راني بحثت عليها من بحث يعني البنات، وجدناها انها يعني تثمن 100%، وشحال من واحد يعني جربها وعطاته نتيجه، وكذلك عندها فوائد يعني كثيره للجسم تاعنا، ماشي عندها عده فوائد تعالج يعني بزاف مشاكل تعاني منها صاحب يعني النحافه، لان النحافه ما تجيش غير هكا، يعني باينه بلي يكون سبب يا فقر الدم يا الاستوما يا حاجه يعني يا جهاز الهضمي، تكون سبب انك يعني بكتيريا الميكروب اي حاجه. البنات هذو هما اللي يسبوا النحافه. على هذاك كان يوم جيتكم بهذه الوصفه هايله بزاف، يعني نتمنى انكم غير تجربوها. ولكن قبل ما نبدا في الوصفه تاعي، نتمنى من كل واحد خلع عندي جديد القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ام جينا. نبداو في الوصفه تاعنا. الوصفه هي عباره عن بذره، يعني القليل من اللي يعرفوا هذه البذره انها بزاف ما يستعملوهاش في الطبخ البنات. هذه البذره واللي هي حب الرشاد، واللي يقولوا له حنا بالدارجه نقولوا له الحرف، يعني حب الرشاد يجي كما راكم تشوفوا فيه، يعني يجي احمر والحبه تاعه تجي صغيره بزاف بزاف. هذه يعني راه امامكم الشكل تاعه، يعني شوفوا فيه غايه، لان شحال من بذره يعيطوا لها حب الرشاد. هنايا كما قلت لكم في الجزائر بالدارجه نعيطوا لها الحرف، ولكن هو باللغه العربيه يعيطوا له حب الرشاد. هذا هو يعني راه امامكم البنات، شوفوه الشكل تاعه باش تقدروا تشروه، يعني عنده فوائد كثيره البنات، يعالج لكم مشاكل عده في الجسم تاعكم، وخاصه الناس اللي تعاني من فقدان الشهيه، فقر الدم، يعني في الجهاز الهضم يعني كاين مشاكل بزاف. راهي هاد البذره راه تسهل لكم عمليه الهضم وتقضي لكم على الطفيليات المعويه، تسكن الام تسكن الام البطن عفوا، وتعالج كذلك الاسهال، يعني اللي عنده مشكله اسهال ما عليه غير شرب هذه البذره واللي هي حب الرشاد. كذلك يعني هذه البذره يعني تقضي لنا على المشاكل هذو اللي يعانوا منهم، وبسببها يعني راح تحصلي على يعني جسم ما شاء الله، وتتخلى ولا تتناول البنات من مشكل النحافه اللي عانه يعني منه بزاف. كذلك كاين معلومه البنات هنايا، هذه تنشط هاد البذره، يعني كاين خبراء قالوا باللي تنشط المبايض عند النساء، وبذلك تساعدنا على الحمل، يعني تزيد في الرغبه البنات، كذلك في الرغبه يعني تاع الاكل اللي ما يحبوش الاكل واللي ما يبغوش ياكلوا كاع. هذه البذره تزيد في الشهيه وتزيد في الرغبه تاع الاكل، يعني بالنسبه للناس اللي يعانوا من فقدان الشهيه هايله بزاف. كما راكم تشوفوا حنا راح نديروا منها، يعني نحتاجوا كاس ماء يكون طابخ، يعني غلوه مليح وديروا فيه زوج مغارفصه فقط من حب الرشاد كما راكم تشوفوا فيه، يعني هذا هو، ديروا جوج ملاعق فقط من حب الرشاد وخلوهم البنات يتنقعوا، ولا تقدروا كذلك تغلوهم، يعني اللي يقدر يعني يغليهم غليهم، ولا ديروهم واللي ما يقدرش يتسنى عليه يسنى، ولا ما يصبرش عليهم يتنقعوا، يعني لان مده التنقيع تاعهم تكون مده ساعه او اكثر. على هذاك تقدروا تغلوهم، يعني يتشربوهم مغلى يا منقوع حب الرشاد. يعني هذه هي الوصفة تاعنا البنات، سهلة ما فيها حتى إضافات، ما دير والو. اللي يبغي يعني يحليها زيدوا معها ملعقة تاع عسل فقط، يعني اللي عندها عسل حر أحسن،
ولا عندها العسل العادي تقدر تزيد معلقه عسل، يعني العسل احسن من السكر. هذه هي البنات، يعني هذه هي الوصفه تاعنا، وصفه هايله. نتمنى انكم غير تجربوها، هذه الوصفه يعني لزياده الوزن، وصفه هايله بزاف. كذلك البنات هنايا كاين نقطه هنايا بالنسبه للناس اللي يعانوا من الغده الدرقيه، هذا الحب الراشد راه يحتوي على اليود، واليود هنايا يزيد في الهرمونات تاع الغده الدرقيه، يعني على هذيك اللي فيهم الغده الدرقيه ما يشربوش، وعنده يعني كذلك يتاثر على الجهاز البولي، اللي فيهم عندهم مشكله في الجهاز البولي كذلك نصحهم باش ما يشربوش هذه الوصفه. هذو هما البنات يعني كل الارشادات اللي على حب الرشاد، يعني تقدروا تشربوه وانتم في مطمئنين. يعني انا درت لكم كاع المعلومات، جبت لكم كاع المعلومات اللي يحتاجها حب الرشاد بلا ما تخافوا منه. يعني هاد البذره هايله بزاف، وتعطينا يعني كذلك تخفض لنا يعني ضغط الدم بزاف اللي يعانوا من لوطونسيون، كما حب الرشاد هو اللي يخلصنا من ارتفاع ضغط الدم. كذلك الناس اللي تعاني من الروماتيزم، حب الرشاد كذلك يعني يقوي العظام، يعني حتى الاطفال الصغار تقدروا تعطوها لهم يشربوها، اللي فيهم يعني اللي عندهم فقدان الشهيه لانها تفتح الشهيه. هذه هي البنات الوصفه تاعنا، نتمنى تكونوا يعني تبعتوا معنا الفيديو مليح وتبعتوا كامل النصائح. هذه هي الوصفه تاعنا البنات، من انكم غير تجربوها، ما تنساوش تخلوا لنا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله مع مطبخ وتدابير أم جنان.